وصلت ذروتها خلال الأيام الأخيرة. صور كهذه صدمت الرأي العام العالمي وحركت الشارع للضغط على الحكومات للتحرك وإزالة عقبات أضافت إلى السوريين ثقلاً على حملهم. فحالة الغضب العارمة انتقلت من مواقع التواصل الاجتماعي إلى الصحف العالمية أيضاً. عناوين شجبت ونددت وصرخت ووضعت أوروبا أمام أكبر مأساة إنسانية تشهدها القارة منذ الحرب العالمية الثانية. ينضم إلينا من باريس الكاتب والباحث السياسي فيصل جلول. سيد فيصل، أهلا بك معنا. صورة الطفل الغريق اجتاحت وسائل الإعلام ومواقع التواصل، البعض يعتقد أنها فورة إنسانية ربما تعاطف، والبعض الآخر يقول أنه ربما تحدث فرقا في الرأي العام العالمي قد يؤدي إلى إجراء ما. ما رأيك؟ على الأرجح ستلعب هذا الدور، لأنه سيكون التعاطي مع المهاجرين بعد هذه الصورة مختلفا إلى حد ما عما قبلها، لأنه الطريقة التي تمت حتى الآن في التعاطي مع المهاجرين السوريين والأفغانيين والعراقيين وغيرهم تفصح عن إحساس بلا إنسانية هذا التعاطي، بكونه عبسي أحيانا، بكونه طائفي وعرقي أحيانا أخرى، بكونه عنصري في أحيان كثيرة. إذن لابد من نظرة أخرى للتعاطي مع هذه القضية، وأظن بأنه صورة اليوم الرمزية القاتلة صورة طفل من كوباني كان مرشحا لأن يقتل أو يذبح أهله من داعش، هربوا لأوروبا للنجاة. هذه الصورة ستحدث فرقا. ولكن سيد فيصل، يقول البعض إيجابيا. طيب، يقول البعض أنه صور كثيرة في الحقيقة انتشرت على مواقع التواصل خاصة عن الأزمة السورية، لا نستثني العراق، لا نستثني يعني ربما اليمن، دول كثيرة عانت وصور كثيرة انتشرت. لماذا يمكن لصورة مثل هذه أن تحدث فرقا في المعايير الإنسانية التي يعني ليست مفاجأة، هي ربما صادمة كشكل، ولكن الجميع يعلم أن من لم تلتهمه الأسماك سيصل إلى الشاطئ على هذه الصورة. هناك يعني نحن نعيش عصر الصورة، والصورة مؤثرة للغاية. شروط هذه الصورة ربما تختلف عن غيرها، القصف، الذبح، أو يعني صارت ربما صور مألوفة. أما على شاطئ بودروم التركي، شاطئ الأثرياء، في مكان ما طفل بالصورة بالهيئة التي كانت موجودة، بالملامح التي أخذت له، هذه الإضافات الخاصة ربما أدت إلى أن تكون هذه الصورة فارقة عن غيرها. وربما لهذا الأمر يجب أن لا يكون تمييز هذا الطفل عن غيره بفارق إنساني، ربما التقنية، ربما هذه الشروط هي التي فرقته. طيب، طيب سيد فيصل، بالنسبة للمجتمع الأوروبي، نعلم أنه هناك يعني نوع من الانقسام في المجتمع الأوروبي، لا نتحدث فقط عن السياسي الذي هو يعني ربما يعبر أيضا عن شرائح اجتماعية. البعض قد يتحمس و يعني يطالب بالإنسانية لاستقبال اللاجئين والأطفال، البعض الآخر ربما يتخوف منهم. لو تعطينا فكرة أوضح عن الرأي العام السائد اليوم في فرنسا لنقل ربما يمكن تعميمه على دول أخرى. هناك نظرتان لهذه المشكلة في فرنسا وفي أوروبا عموما. الأولى تعتبر هذه المشكلة مشكلة، مشكلة عرقية، مشكلة يد عاملة، مشكلة تضخم سكاني، والبعض الآخر يعتبرها حل. والراجح أنها في عرف الاقتصاديين الأوروبيين وأصحاب القرار، الراجح أنها حل وليست مشكلة، لأنه الهجرة هي حل ديموغرافي، لأن أوروبا تتناقص سكانيا بدرجة كبيرة وتحتاج إلى من يردم الهوة الديموغرافية. أكثر من ذلك، تحتاج إلى يد عاملة لإبقاء الاقتصاد في مستوى معين، والقدرة الشرائية في مستوى معين، ومستوى المعيشة في مستوى طيب. معين. طيب سيد بالنسبة فيصل، لهذا ليست
ولكن عفوا نعم. يعني فقط في هذه النقطة، إذا كانت يعني دول أوروبا فعلا بحاجة إلى ديموغرافيا يعني جديدة، بحاجة إلى يد عاملة، لماذا لا تسهل إجراءات الهجرة يعني وتجعل المهاجرين يصلون بأمان إليها بحسب العدد كما تفعل كندا ربما، عوضا أن ترمي بهم في البحر وفي الطرقات الخطيرة إذا كانت بالفعل بحاجة إليهم؟ وهذا ما تم الحديث عنه عن ألمانيا مثلا، أنه ألمانيا بالفعل بحاجة إلى 800 ألف التي أعلنت عن نيتها استقبالهم. الذين وصلوا إلى ألمانيا 780 ألف، لا نعرف بدقة الأرقام، لكن وصلوا مع مشاكل قليلة. ألمانيا اعتبرت أنه هناك أصدرت إجراء يقول بأنه السوري لديه معاملة خاصة في ألمانيا. لكن المشكلة الجانب الآخر من القضية هو المشكلة أنه اللاجئين يصلون في وقت واحد وفي أمكن لا تتمكن السلطات فيها من فرزهم وإرسالهم، ناهيك عن أنهم يتدفقون بوسائل لا يمكن مراقبتها. إذن هنا جانب المشكلة، كيف تحل؟ تحل بواسطة فيزا أو بواسطة سماح من السفارات وبوسائط أخرى غير. أنت تعلم سيد فيصل كم من الصعب الحصول على فيزا أوروبية، ربما أي فيزا لأي دولة من دول العالم هي شبه مستحيلة بالنسبة للسوريين ربما وللدول التي تعاني من مشكلات. هنا النفاق يجب أن ينتهي، يجب أن تواجه السلطات الأوروبية الرأي العام، بعض الرأي العام العنصري عندها، وأن تتعاطى بالمشكلة مع هذه المشكلة بوصفها حاجة وبوصفها حل، وأن تواجه الرأي العام العنصري لديها وتعطي فيز وتسمح للمهاجرين بأن يأتوا بصورة إنسانية وطبيعية، وأن تكف عن النفاق في التعاطي مع هذه المشكلة بالقول للرأي العام العنصري عندها أنها مشكلة إنسانية. نعم، أشكر جزيلا فيصل جلول الكاتب والباحث السياسي من باريس، شكرا لك. قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف